من جانبه قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إن قيادة حزب الله العسكرية تعيش واقعا صعبا، مضيفا أنه تم القضاء على معظم قادة الألوية وللمرة الثالثة وفق قوله. وجهنا ضربة قوية جدا لقيادة حزب الله وتم القضاء على معظم قادة ألويته للمرة الثالثة. قيادة حزب الله العسكرية تعيش واقعا صعبا ومصممون للوصول إلى كل نفق ومجمع تحت الأرض وكل مخازن أسلحة حزب الله لتدميرها.